السرد. قلنا إن كلمة أسبغ، الفعل أسبغ يأتي بمعنى كمال العطاء. الله يقول في لقمان: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اختلف العلماء في تفسير النعم الظاهرة والباطنة. قال بعضهم، وينقل هذا عن مجاهد، أن الظاهرة الإسلام والباطنة الستر، ستر الله علينا وعليكم. الظاهرة الإسلام والباطنة الستر. وقال بعض العلماء إن النعم الظاهرة والباطنة شيء واحد، وهي قول لا إله إلا الله، فقالوا هي ظاهرة تنطق باللسان، ويظهر ما يلزمها من عمل على الجوارح، وكونها باطنة لأن الاعتقاد يكون أين؟ في القلوب. وكونها باطنة لأن الاعتقاد يكون في القلوب. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن المقصود بالنعم الظاهرة والباطنة إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل، وليس فيما قالوا هؤلاء الأجلاء من سلف الأمة ما يتعارض، فيمكن حمل ذلك كله على ما قالوه، والآية تحتمل كل هذا. قال الله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، هذا في لقمان.